الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في برنامجي لنا من اسمه نصيب، والاسم اليوم هو اسم الله الجبار. أخطر مرض يصاب فيه الإنسان أن يحبطه وأن يشعر باليأس وأن يشعر بالقنوط. يتجلى الله تبارك وتعالى على نفوس عباده المؤمنين باسمه الجبار. قال سبحانه في القرآن الكريم: العزيز الجبار المتكبر. أثر هذا الاسم على نفوس البشر أن الله تبارك وتعالى يعلم سرهم وعلانيتهم، يعلم نقاط ضعفهم، يعلم ما قد يؤثر عليهم في مستقبل أيامهم. فإذا التجأ العبد إلى الله تجلى الله عليه برحمة تجبر كسره، فإذا تجلى الله على عبده برحمة تجبر كسره نهضت نفسه وانتشى وعلم أن الله تبارك وتعالى معه بالهداية والسداد والرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أن يقول: اللهم اجبرني، اللهم اجبرني، لأن هذا الجبر عندما يأتي من خالق السماوات والأرض، يأتي ممن بيده مقاليد السماوات والأرض، يأتي ممن يملك ملكوت السماوات والأرض، عندئذ يجبر هذا العبد ويسير في هذه الدنيا وهو يتحلى بهذا الخلق. فإذا جبر الله خاطره كان هو جابرا لخواطر البشر. قال بعض السلف: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في وسط المخاطر، وما عبد الله بأحب من جبر الخواطر. ونحن في الشهر الكريم، أن تجبر بخواطر عباد الله المؤمنين، أن تكون معهم، أن تواسيهم، أن تؤانسهم، أن تخفف عنهم، فهذه والله عبادة أسرع ما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. فعبادة جبر الخواطر وتطيب خواطر الناس والوقوف معهم لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن يتجلى الله على قلبك باسمه الجبار فكن أنت جابرا. عرف في التاريخ جابر عثرات الكرام، قرأنا عنه وعلمنا عنه وعرفناه. اسم الله الجبار من أجمل الأسماء التي يتعبد الإنسان ربه بها، فيمشي بين الناس جابرا للخواطر، يجبر كسرهم، يرعى شؤونهم، يتولى أمرهم، فيتولى الله جبره وحفظه وتسديده. اللهم اجعلنا ممن يجبرون بخواطر البشر يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم اجبر كسرنا وضعفنا، واجعلنا من عبادك الموفقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.